زدت تسأل يا رفيقي ويش الراي تبغى السعادة أخذ كلام اليقيني تتبع القصة وتفهم المعنى إن كان القلب اللي بيبنفطني أول وانا ضايق من أسباب بلواي على هموم الوقت ربي يعيني قد كنت ضايع ما عارف وين ممشاي تايه ما عارف اش ما لها واليميني أول وانا ضايق من أسباب بلواي على هموم الوقت ربي يعيني قد كنت ضايع ما عارف وين ممشاي تايه ما عارف اش ما لها وإن كنت تسأل يا رفيقي ويش الراي تبغى السعادة خذ كلاما يقيني إن كنت تسأل يا رفيقي ويش الراي تبغى السعادة خذ كلاما يقيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان للقلب اللي بيبن فاطني إن كنت تسأل يا رفيقي ويش الراي تبغى السعادة أخذ كلام اليقيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان للقلب اللي بيبن فاطني تعبت ادور للسعادة بدنياي وترى السعادة سري يا الغانميني دورتها بالمال ما صاب مرماي لو زاد مالي دوم قلبي حزيني تعبت ادور للسعادة بدنياي وإذا السفر ما فاد لو تأثر أخطاي نفسي ولو سفرت لازم تشيني أضحك مع الأصحاب وأخاف يبكي حزين دايم دمعتي واسطة عيني أضحك مع الأصحاب وأخاف يبكي حزين دايم دمعتي واسطة عيني وإن كنت تسأل يا رفيقي ويش الراي تبغى السعادة خذ كلاما يقيني إن كنت تسأل يا رفيقي ويش الراي تبغى السعادة خذ كلاما يقيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان للقلب اللي بيبن فاطني إن كنت تسأل يا رفيقي ويش الراي تبغى السعادة أخذ كلاما يقيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان للقلب اللي بيبن فاطني واليوم من فضل الولي طاب مسحاي زانات وكنت أظنها ما تزيني لقيتها بالدين وفهم المغزاي ويض السعادة في رضا الوالدين وانا على رب شكواي عساه يجعلني من الفائزين يالله انا طالبك حقق لي يمناي واجعل لنا بالدين حرز المكيني لقيتها بالدين وافهام المغزاي ويضا سعادة في رضا الوالدين تتابع القصة وتفهم المعنى
إن كان القلب اللي بين فطيني إن كان القلب اللي بين فطيني إن كان القلب اللي بين فطيني كنت تسأل يا رفيقي وش الراي تبغى سعادة أخذ كلام اليقيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان القلب اللي بين فطيني أول وانا ضايق من أسباب بلواي على هموم الوقت ربي يعيني قد كنت ضايع ما عارف وين ممشاي تايه ما عارف شمالها واليميني أول وانا ضايق من أسباب بلواي على هموم الوقت ربي يعيني ربي يعيني قد كنت ضايع ما عارف وين ممشاي تايه ما عارف شمالها وإن كنت تسأل يا رفيقي وش الراي تبغى السعادة خذ كلام من يقيني إن كنت تسأل يا رفيقي وش الراي يا رفيقي تبغى السعادة خذ كلام من يقيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان القلب اللي بين فطيني إن كنت تسأل يا رفيقي وش الراي تبغى سعادة أخذ كلام يقيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان القلب اللي بين فطيني تعبت ادور للسعاده بدنياي وترى السعاده سري يا الغانميني دورتها بالمال ما صاب مرماي لو زاد مالي دوم قلبي حزيني تعبت ادور للسعاده بدنياي سري الغانميني دورتها بالمال ما صاب مرماي لو زاد مالي دوم قلبي حزيني وإذا السفر ما فاد لو تأثر أخطاي نفسي ولو سفرت لازم تشيني أضحك مع الأصحاب وأخاف يبكي حزين دايم دمعتي واصفى عيني أضحك مع الأصحاب وأخاف يبكي حزين دايم دمعتي واصفى عيني وإن كنت تسأل يا رفيقي وش الراي تبغى السعادة خذ كلام يقيني إن كنت تسأل يا رفيقي وش الراي تبغى السعادة خذ كلام يقيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان للقلب اللي بين فطيني إن كنت تسأل يا رفيقي وش الراي تبغى السعادة أخذ كلامي